يوم في العالم، ونظن اليوم القمة العربية هذه في الجزائر تكون منعرج وتحول. السلام عليكم الكيب الكور يقول لك يا اخويا الكور سالو ولا كاينش فيه برك من الجبير كسب الحب السبغة عارف يجي جيب محطوط في القش في الطابلة أنا راه تلاح هذا يا جسوا قطرة قطرة تي بس والحجار وكم الحجار مش هو يمكن تربينا ما مو ينحني لا لازم البيجو تريد ما نعرف ذاك ندوش كش ما مسخون كش ما يدي قلحب كما نافري يدايا والله هو على رايح للطابله اللي فيها القش دارك يخدم التم يا الفوق نخدمو بدو القش رايح لي بالبانس وتم وانا نقول له ما تروحش جيت القش
وصلنا هنا نجم نعيط هنا وين في الكورس هو بالطوموبيل هذاك وين يكون مع الحق تما في الكورس قالوا طاهر أني في الكور ها تعال لهنا لاكارا ها وين كانت الكوشة تاعك ها سي بون على الهوا هاني جايب صح صح على الهوا يبيع كسكسي هذاك على الهوا يبيع كسكسي عسل حسين ها هذا اللي وين هنا بركه من مرويلا انا ما نعرفش تبار انا ونسيب بي هذايا والله انا نعرفها بصح ما نكره اساميهم ونكره ندور فيهم لا اصلح حسين لاري اسمع ها لاري اصلح حسين هذاك اللي بان كسكسي هذاك الله هو يظهر لي كل صوتي برك مدور اكون يا ربي يا ربي سهل اسحق والله ليكيب مع بدينا بعد طحنا في كورسا احنا هنا بدينا ديجا في لايلان هبطة تاع تلك قهوة الشعب هنا من لاكار نعدي وجهة الكور ونكملو بس نشوفو شكون قاعد يهضر بروك السيسي واحيرا على التصدي لها منفردة فانها تعين علينا تبني مقاربة مشتركة وشابهة تهدف إلى تعزيز قدرتنا الجماعية على مواجهة مختلف الأزمات استنادا على أسس واضحة تقوم على تكريس مفهوم الوطن العربي الجامع من ناحية والدولة الوطنية ودعم دول مؤسساتها الدستورية من ناحية أخرى مما يسهل في حجز السلم الاجتماعي وترسيخ رجاء ركائز الحكم الرشيد والمواطنة وحقوق الإنسان ونبذ الطائفية والتعصب والقضاء على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وقطع الطريق أمام أي محاولة في دعمهم أو منحهم غطاء سياسيا أو توظيفهم من خلال بعض القوى سواء الإقليمية أو الدولية لإنشاء مناطق نفوذ لها في العالم العربي وإن ضمان قوة وحدة الصف العربي هي خطة أساسية على صعيد تأسيس علاقات قوى إقليمية مستقيمة تستند إلى مبادئ غير قابلة للمساومة وملزمة للجميع واحترام استقلال وسيادة العروبة الدولية وتحقيق المنفعة المتبادلة وحسن الجوار والامتناع الكامل عن التدخل في الشؤون العربية وتظل مصر طامحة وراغبة في تحقيق شراكة كاملة في بين دولنا على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك والتطلع نحو مستقبل أكثر ازدهارا يتشكل من خلال التراحم الدولي في سياق أوسع من العمل الجماعي على تعزيز قدراتنا العربية
سياسيا اقتصاديا وامنيا حتى تعمل القدرات المتباينه اللي ممكن منظومه منصوبه قادره على مواجهه التحديات المشتركه والازمات الدوليه المستجده بما في ذلك ازمات طاقه المنظومه بل انها ستوفر الحمايه الرئيسيه لنا جميعا من الاستقطاب الدولي الاخذ في التصاعد في الفتره الاخيره. هذا الاستقطاب الذي بات له تبعات سلبيه على التغير الدولي لازمات منطقتنا العربيه واعاد للازهار مظاهر حقبه تاريخيه على مستوى العالم. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي معايا في العمل الجاد على تسويق مختلف أزمات عملنا العربية وعلى رأسها دوما وأبدا الجمعية الفلسطينية. وأود هنا الإشارة إلى أن قدرتنا على العمل الجماعي لتسويق القضية واسترجاع الحقوق الفلسطينية كانت تاريخيا وستظل المعيار الحقيقي لمدى تماسكنا. كما تظل المبادرة العربية للسلام تجسيدا لهذا التناسب ولرؤيتنا المشتركة أزاء الحل العادل والشامل على أساس حل دولتين وابدا الأرض مقابل السلام، لذا يقود إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تهيئة الفلسطينيين وطنهم تسمح بعودة اللاجئين بما اكتسب معنى بادئ القانون الدولي والشرعية الدولية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ما زلنا نحتاج لمزيد من العمل العربي الجماعي حتى في التعامل مع الأزمات الجديدة التي جاءت لاحقة على القضية الفلسطينية في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان. وإلا سيظل أمن وسلم الشعوب الشقيقة في تلك الدول مهددين بتجدد ويعيد تلك الأزمات، وستظل الأخيرة ثغرات في المنظومة العربية ومراكز لعدم الاستقرار. هو ما يؤثر علينا جميعا ويعرقل جهودنا في التنمية والتكامل. ولعله من الملائم أن أشارككم فيما رغبتنا في دعمكم بمساعينا الحالية في ليبيا الشقيقة للتوصل في أسرع وقت إلى تسوية سياسية بقيادة وملكية ليبية خالصة من الإمكانيات الخارجية وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن واحترام مؤسسات الدولة وصلاحياتها بمقتضى الاتفاقات المقررة وتركيز قوة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمن محدد وعدم توحيد مؤسسات الدولة الليبية وحل الجيشات بما يحتاج إلى تجديد المواجهة العسكرية وإعادة بناء وحدتها وسيادتها واستقرارها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قبل أن أختتم كلمتي وفي نفس سياق وحدة الأمن القومي العربي، يبدو أن أود حضراتكم إلى مقولة الأمن المائي التي تؤثر على عدد من الدول العربية وتنبض عواقب وخيمة إذا تم تداولها. في هذا السياق يجدد التأكيد على أهمية الاستمرار في حرب ليبيا على تحمل الإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة للسجون. تركيزا للدائم الرئاسي السابق عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021 والأخذ بأي من الحلول الكثيرة التي تنحت عبر العديد من دورات المفاوضات والتي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي الاقتصادية الآن ومستقبلا وتشروط الوقت ذاته حال الشعبين المصري والسوداني. ولا ينفصل تحدي الأمن المائي عن تحديات أخرى تواجهها المنطقة وفي مقدمتها غير المنطقة لذا أصبح واقعا مفروضا على العالم. وأغتنم هذه المناسبة الإعرابي عن تطلع الاستقبالكم في مصر يومين 27 نوفمبر 2022 بخدمة كرم الشيخ لتركيز تعهدات المنطقة. تحول هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية أكثر استدامة لصالحنا جميعا. الأشقاء العرباء إن تصنيف الأزمات العربية
والتعاطي مع التحديات الفردية والقلق أساسا بإيماننا يحفظ أهدافنا ورسلنا وتفعيلا لتعاوننا وإمكانياتنا وأدواتنا في مسائل الأمن الجماعي، وذلك بالتوازي مع وجودنا في التكامل على المسارات الأخرى. وننظر حولنا فقد سبقت تكتلات أخرى نحو التكامل، رغم أن إن أطلقها من عالم من تنحر الحقيقي بل وحروف من الرماية، فما ذلك يجبنا ونحن لدينا بيع المشاركات في الثقافة والأديان والتاريخ والمدى السياسية بيحق علينا تجاوز آلاء وتجاوز اختلافات في جوش نظرية. ختاما أتوجه برسالة إلى شعوبنا، تكتب في أمتنا العربية فهي صاحبة تاريخ حريقة وحساب حضاري ثري ومنتج، وما زالت تلك الأمة تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقرارا وظهورا، وعلى رأسها عزيمتكم وعقولكم وسواعدكم. واثقوا بأن مصر ستضع دولة نصب عيونها تماسك التالي العربي وصوله وحمايته، وستظل دائما حاضرة دعما لكم وستثبت على أبوابها مفتوحة أمام كل أبناء العرب في سبيل الدفاع عن حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الرمبو هذا من جمهور حاجة خفيفة على كلمتك. عندك القصة إذا أراها مصفحة القصة الصغيرة هذيك دارت دارت حل مليح والقريف الزي ما عندها حتى صح لازم صح لازم يجي مليه من البوار اللي يهود من الكور ما يقدرناش لا اللي يهود من الكور راه يجي من تما يلقى طريق فارغه ما حصلوهش الاخرين تما يروحوا الاخرين على الطريق تاعهم اللي داروها جديده صافي هنا تفرقت الحيه ولات ملح الاخوه القاده عندك هنا شويه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى اللي كملوا سيدي ابراهيم كي يروحوا لها من هنا خير على كي شفت الكرم دار مدارين ياسر ولدك من قاعد شويه ضيق الطريح من تنزع أتوجه للتحية والتقدير في فخامة الأخ الرئيس عبد المجيد تبون ومن خلاله للشعب الجزائري التحقيق على استضافة هذه الكلمة العربية على أرض الجزائر العربية أرض المليون ونصف المليون شهيد لتعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها التي يمر بها العالم. الأمر الذي يظهر أهمية التنسيق والتعاون المشترك وتنقية الأجواء العربية في مواجهة جميع التحديات التي تواجهنا مجتمعين كأمة عربية واحدة يا رب. إن بالجزائر مكانة خاصة في قلوب شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، فعلى أرضها أعلن الشعب الفلسطيني قيام دولته في عام 1988، وفي رحابها عقدنا منذ أسابيع مؤتمرا لأمن السلم من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، سعيا لإعادة توحيد الصف الفلسطيني، مؤكدين تقديرنا وحرصنا على إنجاح هذه الجهود الجزائرية في المبارك. وهنا لابد أن أشهد بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها الأشقاء في مصر التي ترعى المصالحة، والشكر موصول للدول العربية والصديقة التي تساهم في تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام كذلك بقرارات السلمية الدولية. كما أتوجه بالشكر والإحسان لتونس
رئاسة القمة السابقة. وأوجه بهذه المناسبة تحية إكمال وتقدير لأصدقائنا قادة الدول العربية وشعوب أمتنا كافة على مواقفهم الثابتة تجاه شعبنا وقضيته العادلة. وأحيي في هذا الصدد جهود الأخ الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع العاملين فيها. الأخ الرئيس، الأخوة القادة، لا زال الشعب الفلسطيني وبعد مرور 74 عاما على رسمته وإيلات التسرب والاحتلال، على الرغم من قبوله بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصر على تفويض حل الدولتين وانتهاك القانون الدولي واتفاقات الواقع معها، وتتصرف كدولة فوق القانون مستندة إلى صمت دولي وغياب المساءلة والمحاسبة. إن الشعب الفلسطيني يواجه اليوم ظروفا في غاية الدقة والصعوبة، ويعرف استمرار سلطات الاحتلال في فرض سياسة الأمر الواقع عبر الاستيطان وإرهاب المستوطنين وسرقة الأرض وتهجير أصحابها وحجم بيوتهم وتدمير الحقول وإحراقها واحتجاز الأموال وإصدار القوانين العنصرية والحصار الجائر لقطاع غزة واقتحامات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وحصارها لنابلس وجنين وأحياء بلدات القدس وما يصاحبها من إعدامات ميدانية واعتقالات واحتجاز لجثامين الشهداء. وهذا ما لا يقوم به أحد إلا إسرائيل في العالم. وانتهاك الوضع التاريخي استاتيكو للمجلس السعودية في اليمن قال كما فعلته الى اسرائيل في العالم، والسعوديه واش قاعده تعمل في اليمن؟ هذاك هو العدو تاعك اما الاخرى او ما من الجرائم التي تتحدى القانون الدولي امام اعين الدول. ما جاش هذاك السعودي خوينا هذاك الغلف هذاك كما قال لك وليدي الله يرحمه على اقزام هذوك فكري كي وصلت مسلم يقتل مسلم ويذبحوا كلش خلاص فضت ما عادش تهضر على اسرائيل. اسرائيل هو العدو تاعك وقالها لك. واش كتعمل السعوديه في اليمن؟ لي بومباردمون يبومبارديو في ليفي الدراري ماتوا نساء شياب ما يهضروش معاها خلاص وكذا يحل في فمه وقال لك ما فعلته الا في العالم الا في اسرائيل. لا مسيو اي بحدك انت من بعد دوله الاحتلال التي تقوم بتدمير الممنهج لحل الدولتين وتتمكن من اتفاقات موقعه معها وتستمر في ما قلت لك يا المسلم يقتل المسلم خلاص كيما حنايا حنا بكري كنا نسمعوا كلام على فرنسا. انا نهضر على نفسي انا كي يكون يقولوا لي فرنسا وثم فرنسا جوسكو لاني 88 كنا نقولوا الاستعمار الفرنسي المدمر الفرنسي كنا نقولوا كل الكلام هذا كله من 88 كي خلقت خرجت لارمي الجيريا تيرات على دي جونز الجيريا قلت لهم سيتي ترمين تفضل تحت تما حنا كل قتالي خلاص انا من 88 اللي يهضر لي نقولوا الهضره ما تقولهاش فضت في كثر لارمية فصل دي جان دي جان وش يعرفوا شبيبة 18 عام 20 عام كسر أو كسر هي هذاك هو هذاك هو الصغر الصغر هو هكذاك يعني في بالو يعمل حاجة ملاحة متيري عليه بابا الريال
تيري عليها باليريال خرج له السلاح على لارمي لارم دو غار تيري عليه. فطت هي التربيه كما قال لك علموها لنا بكري كنا صغار. قال لك لوم اي تان لو بور لوم، الانسان راهو ذيب للانسان، وما قال لكش جزائري ولا مسلم ولا كلها البشريه طبيعه البشريه كيف اليهود هذاك كيف الدول العربيه ما كانش يستغلوا الشعوب تاعهم كما الدول العربيه. شكرا. السلام ورحمة الله. لاباس اخويا، بصح الطفلة صغيرة ما تجيش تركب من قدام اخويا. الطفلة صغيرة ممنوع من قدام. إيه ديك المحطة يا من ده. هل هل اطلع يا فلاحل اطلع يا اطلع. يعطيك الصحة. هنا اخويا باتيميت رايحين الدار احنا طالعين دركون دخلنا عندنا بعنا طالعين الدار. لا شوية هاي صح بعدك صح ليه بنتك تريحيها عندك حطها في جيبك اروح ديها في جيبك ديها في جيبك شوية كلها النحل
وحياك على الوجود. Yeah.
الكسرى والجرحى أمانة في أعناقنا لن نفرط فيها مهما كان الثمن، لأن إسرائيل تريد أن تلغي كل المسؤوليات مسؤولياتنا ومسؤوليات الدولية عن هؤلاء جميعا. نحن لن نقبل ولن نقبل وتتبقى مسؤوليتهم في أعناقنا. التحية لقادة وشعوب أمتنا العربية، ونقول لكم إن القدس طول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين وموطن الإسلام والمعراج وحاضنة القيامة أمانة في أعناقنا، وهي بحاجة لوقف حاسم منا جميعا لنصرتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا ورافقني في السلطان مع الدوله ربما شيء محتاج تأكيد أن كل الأمة العربية واقفة وراء فلسطين حتى نحقق الهدف إن شاء الله. طبعا هدية الآن مدرفة خمت الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة لإلقاء كلمته، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس. فخامة الأخ الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتدلة، الجلالة والفخامة والسمو والمعالي الملوك والرؤساء وأمراء ورؤساء الحكومات المحترمين، معالي الأخ أحمد أبو غيث أمين عام جامعة الدول العربية المحترم، السيدات والسادة الطلاب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي سروري أن أبدأ كلمتي بأحر التهاني للجزائر العزيزة وللأشقاء الجزائريين شعبا ورئيسا وحكومة، وهم يحتفلون بذكرى اندلاع الثورة الجزائرية. كل عام والجزائر بخير وسلام وتقدم. وفي مستحيل كلمتي أحيي الأخوة الجزائريين أيضا لجهدهم الكريم في احتضان هذه القمة. أحيي الأخ الرئيس عبد المجيد تبون وتقدم لفخامته بالتهنئة لترأسه القمة في دورته الحالية والثلاثين. نحن على ثقة أكيدة بقدرة شخصكم الكريم على تسهيل أعمال هذه القمة لخدمة واعتداد خدمة للعمل المشترك. بجزيل الشكر والعرفان لفخامة الأخ الرئيس بن سعيد والجمهورية التونسية الشقيقة على حسن إدارة أعمالكم السابقة. والشكر الموصول هنا للأخ الأمين العام للجامعة الدول الأمين أحمد جامعة الدكتور أحمد أبو الغيث، ومن خلال معاليه من كافة السادة العاملين بالأمانة العامة في جامعة على جهودهم ودورهم النبيل في تحقيق ما أمكن تقريبه الإقليمي والعالمي بشكل عام تؤكد أهمية هذه القمة لتخفيف القرارات والتفاهمات تساعد على تقدير خطورة اللحظة التاريخية الحرجة في العلاقات الدولية، وتحمل أقصى قدر ممكن من التفاهم البناء ما بين دولنا وما بينها وبين دول المنظومة الإقليمية والمجتمع الدولي، بما يعز الأمن والاستقرار ويحفظ المصالح العليا لشعوبنا. نأمل ونسعى من أجل أن تكون هذه القمة منطلقا جادا ومنتجا في تنقيح الأجواء للعمل المشترك، إن مراعاة وتقديم ووحدة ومصالح الشعوب في السلام والتنمية والبناء ومنطلق صحيح في احترام سيادة أي بلد وهو منطلق لا بد منه لتكون مساعدة إيجابية وفعالة.
ننجح في تحقيق هذه المبادئ سيكون عملنا المشترك في إطار الجامعة منتجا لتفكيك الأزمات وبلوغ الحلول العادلة والسريعة. ونتوقع أيضا أصبحنا قريبين أكثر من أي وقت آخر من إدراك هذه المبادئ تقديرا لتضحيات والاجتماع التي سفكت في أكثر من بلد من بلداننا، وتقديرا أيضا للحظاتنا الحرجة في عالم تهدد الأزمات وهي لحظة تنظر بالخطر في أكثر من موضوع إقليمي ودولي. ما زالت أيها الأخوة نحلة الشعب الفلسطيني في مقدمة من مشكلاتنا. ما زال موقفنا في العراق يتمسك بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا الصدد فإن العراق يدير الإجراءات الرامية إلى مساس للوضع التأريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، ويدعو إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980 في مواجهة جميع المحاولات الرامية لنقل البعثات الدبلوماسية إلى زهرة المدائن. بهذا نحيي الأخوة الفلسطينيين لما بذلوه من أجل تجاوز حالة الله سيدي إبراهيم ها يوفقنا جميعا بما فيه عزة ورفعة بلادنا، أن نجتمع دائما على وحدة الموقف والكلمة لمواجهة جميع التحديات وبناء المستقبل المشهود الذي تستحقه شعوبنا الكريمة. يحفظ الله سلام بلداننا وشعوبنا وسلام العالم ككل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفخامة الرئيس لمواضيع العراق الشقيقة. الآن كلمة إلى فخامة الرئيس والشيخ الغزواني وليتقدم مشكور رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبي الكريم. صاحب الفخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أيها السادة والسيدات، يطيب لي بداية أن أهنئ فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على استضافة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة للدورة الحالية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وعلى ما لمسته من جيد التقدير ومحكم التنظيم شاكر له ما لقيناه ووفدنا المرافق من حضاوة الاستقبال وكرم الضيافة الجزائرية الأصيلة. ويسعدني في ذات الوقت أن أتقدم إلى فخامته وإلى الحكومة والشعب الجزائريين بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى 68 لاندلاع ثورة التحرير الوطنية الجزائرية التي تصادف انعقاد هذه القمة، وبما ترمز له هذه الثورة المجيدة من معاني وتضحيات عظيمة. وأود كذلك أن أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب الفخامة السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة على جهوده القيمة لسبيل النهوض بالعمل العربي المشترك طيلة رئاسة الجمهورية التونسية للقمة العربية. والشكر موصول كذلك للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسها معالي الأمين العام السيد أحمد أبو غاب على ما تبذله من جهد مشكور لترقية العمل العربي الجماعي وتطوير آلياته وتفعيل مؤسساته. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، أيها السادة والسيدات، تنعقد قمتنا اليوم في ظرف دولي استثنائي
تتزاحم فيه أزمات أمنية وجيوسياسية واقتصادية وبينية جسيمة. فالعالم اليوم يواجه على نحو متزامن الخطر البيئي المتنامي للاضطراد والانتشار المتعاون للتطرف والعنف والإرهاب والانعكاسات الكارثية لجائحة كوفيد 19، وكذلك حال الشارع للحرب في أوكرانيا لتدهور خطير في الوضع الأمني الدولي ومن أزمة غذائية وتضخم متصاعد. وعلاوة على ما تنذر به هذه الأزمات من ركود اقتصادي شامل، فإنها تهدد كيانات العديد من الدول وتوسع بؤر التوتر والنزاعات المسلحة وتضعف قدرة المنظومات الاقتصادية والاجتماعية على الصمود، وهو ما يغلي بدوره في حلقة مفرغة هدامة عوامل زعزعة الأمن والاستقرار. ومعلوم بداهة أن قدرات دولنا العربية على الصمود في وجه هذه الأزمات وكذلك على التكيف الناجع والفعال مع ما يلوح في الأفق من تغيرات جيوستراتيجية عميقة رهين بنجاحنا في ترقية العمل العربي الجماعي. ولذا يتعين علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى مضاعفة الجهود لتكثيف التنسيق والتعاون والتكامل فيما بيننا، وهو ما يتطلب منا ابتداء العمل الجاد على تحقيق الأمن والسلام في كامل فضائنا العربي، وعلى تقوية عرى الأخوة والصداقة والتعاضد بيننا عملا بشعار قمتنا هذه. ومن جهة أخرى يعد تنظيم الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الأسبوع المقبل بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وترشح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستضافة الدورة 28 العام القادم، مؤشراً إيجابياً على أن مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية أصبحت في صلب اهتمامات منطقتنا العربية، ونتطلع إلى أن تلعب دولنا أدواراً إيجابية في إنجاح هذين الحدثين الهامين والاستفادة منهما بشكل كبير. ولا يفوتني في هذا المقام فنؤكد دعمنا للجهود التي تديرها المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض. ونحن على فكرة أن هذه الاستضافة ستساهم في التعريف بالمقدرات العربية المتنوعة وتفتح آفاقا أوسع لشراكات جديدة ومثمرة بين منطقتنا العربية ودول العالم في شتى المجالات. كما أن استضافة دولة قطر الشقيقة لنسخة 2022 من كأس العالم يشكل من جهة أخرى نموذجا لتعزيز الحضور العربي الفاعل في المحافل والأحداث العالمية الكبرى. ويحدون الأمل في أن تتكلل الجهود الجبارة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة في هذا المجال بالنجاح التام. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي الأساتذة والسيدات، تمر قضيتنا المركزية، قضية فلسطين المحتلة، بظرف جد صعيب بفعل إصرار الاحتلال على التوسع في الاستيطان وتغيير وضع القدس وتجاهل مبادرة السلام العربية وكل القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وإننا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لنجدد تمسكنا الثابت بضرورة إيجاد حل ثابت سليم وعادل.
مصالحة بين الفصائل الفلسطينية لرعاية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. كما ندعو إلى إيجاد حلول سياسية سليمة للنزاعات المسلحة في اليمن وسوريا وليبيا على نحو يضمن لهذه البلدان وحدة وسلامة أراضيها وحق شعوبها في التمتع بالاستقرار والأمن والنماء. وبدون الأمن والاستقرار في كامل الفضاء العربي لن نصل بالعمل العربي المشترك إلى المستوى الذي تتطلع إليه شعوبنا وتوليه الإكراهات النافلة والتحديات المستقبلية. وتأسيسا على هذا فإننا المتعلمين علينا تكفيه التنسيق في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة كسائر النزاعات بث الفرقة والتعصب الطائفي وكل ما من شأنه أن يطال السكينة والاستقرار على عمومه وعيوبه. أصحاب الجلالة والفخامة والسهولة، أصحاب المعالي أيها السادة والسيدات، إن بلداننا العربية لا غنى لها عن تفعيل عملها الاقتصادي المشترك وتأمين الانسجام بين هياكلها الاقتصادية لتتمكن من الاستغلال الأمثل ضمن منطقة حرة مشتركة لما تزخر به من موارد طبيعية متنوعة ومصادر بشرية حيوية. وإيمانا منا بضرورة قيام هذا الفضاء الاقتصادي المشترك واستجاما مع ما أنجزناه في إطار تنفيذ سياساتنا التنموية الكبرى من تحسين لمناخ الأعمال ودعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهنا يعني نحن في موريتانيا، فإنني أؤكد لكم انفتاحنا على سائر أشكال التعاون والتبادل البيني ورغبتنا الصادقة في الإسهام في كل ما من شأنه تسريع الاندماج الاقتصادي العربي. ومن هذا المنطلق تنبع الأهمية القصوى لتفعيل السوق العربية المشتركة وتعزيز التكامل والتبادل بين بلداننا. وأملنا أن تشكل الدورة الخامسة للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي ستحتضنها بلادنا العام المقبل فرصة لتعميق البحث في أولويات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دولنا والخروج بإجراءات عملية في هذا الصدد. وفي الختام أرجو لأعمال قمتنا هذه كل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخي على كلمته القيمة والكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمؤتمر القمة العربي، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ولحكومته وشعبه العزيز على ما أحاطونا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتلمسناه من إعداد متميز لقمتنا هذه. كما يطيب لي أن أتقدم بعميق الشكر إلى أخي نركبكم في 10 كان بالك وليدي بن وافس كيعودوا دايرين عملي يا والله غالب الحاجه تاكسي صغيره ماشي كذا يعني حاجه كبيره.
من نوصلكم انا خدمتي نوصل الناس انا والله غير بنوب لي يا ربي طول بالك كبيره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنتي ربي يرزقك حاجه مليحه دينا السبت هذيك الحاجة وكاين باب مش مقفول مليح القفلة عقش ما مش عقش لا ديري السبتة قفلة على السبت السبتة برا دخلي السبتة ترى دخلت مصالحة الفلسطيني يجدد تقريبنا بهذا الاتفاق الذي يشكل قوة هامة في قيام الوحدة الفلسطينية وتحقيق المشروع الوطني لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. الكلمة العالية الدور الذي قام فيه الجمهورية الجزائرية الشقيقة لرعاية المحادثات والتوصل إلى هذا الإنجاز التاريخي، كما نشدد على دعمنا الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الباسل في مقاومة تحت الاحتلال الصهيوني. فيما يتعلق بوضع في اليمن الشقيق فإننا نعرب عن نصبنا لعدم تمديد الهدنة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الأشقاء اليمنيون، ونريد التأكيد على مساندتنا المطلقة للحكومة الشرعية، كما نعبر عن دعمنا للمساعي المبذولة لإنهاء الصراع ووضع حد للأزمة الإنسانية المستمرة على أساس المرجعيات المتفق عليها في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في عام 2015 بما يضمن وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وشأن التطورات في ليبيا الشقيقة. فإننا نجدد التأكيد على أهمية الوصول لتسوية سياسية يتفق عليها كل الليبيين، وفي هذا السياق فإننا ندعو جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق. وفيما يتصل بالمستويات والمستجدات في الصومال الشقيق فإننا نعيد بالجهود نشيد بالجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في مجال إرساء مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب، وننوه في هذا المضمار بالنجاحات الكبيرة التي تحققت بعد انتقال الرئيس حسن شيخ محمود ضد عادة الشباب، وندعو بهم تباتي إلى تقديم الدعم والأرض لهذا البلد الشقيق في هذه المرحلة التاريخية الفارقة التي يمر بها جمهورية السودان الشقيقة، وما نعلم عن أمرنا في أن تتمكن القوة السياسية والمجتمعية وقرار السلام في هذا البلد العزيز من الوصول إلى وفاق
هذه القمة والإعداد الجيد لإنجاحها. وثانيا الحرب للشعب الجزائري الشقيق بمناسبة الذكرى 68 لثورة المجيدة. أحب أسأل المولى عز وجل أن يكمل أعمال قمتنا بالنجاح والتوفيق وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير وصلاح قمتنا. السلام عليكم. الشقيقة على متابعتها لأعمال القمة السابقة، مستذكرين جهود الرئيس الراحل الحاج قائد السيسي في خدمة أمتنا العربية وتعزيز عملنا العربي المشترك. ولا يفوتنا في هذا المقام الإشادة بجهود معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور احمد صامولي اللي متروح تداهم ساكن قدام صح والله 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 وفي ظل هذه التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المتعددة وتطوراتها المتسارعة، فقد أضحى لزاما علينا الدفع بالعمل العربي المشترك بمزيد من التنسيق والتعاون للتعامل معها
عبر وقت تصورات واضحة مبينة تحقق الأهداف المنشودة بمنظوميتنا العربية العريقة وتجدي طموحات شعوبنا العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، من هذا المكان المجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام في الشرق الأوسط والوصول إلى حل دائم وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية. ولا يفوتني هنا أن أعرض عن دعمنا الكامل لجهود الأشقاء في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تحقيق المصالحة الفلسطينية. وهي خطوة هامة في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من تحديات، فيما يتعلق بالوضع في سوريا الشقيقة، فإن دولة الكرد تجدد موقفها الثابت لعدم وجود حل عسكري لنهار الصراع الدامي، ولا بد من إفساح المجال أمام الحل السياسي الذي يحقق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق ومطالبهم ويحقق لسوريا أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وحول الوضع في اليمن الشقيق، فإننا نعرف عن القلق لرفض ميليشيا الكوفي تمديد الهدنة ورفضها للجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وندعو الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكدين دعم دولة الكويت الكامل لتلك الجهود وصولا إلى الحل السياسي للأزمة، بما يحقق الأشقاء في اليمن تطلعاتهم إلى تحقيق الأمن والاستقرار. كما نجدد إدانتنا واستنكارنا الشديدين للهجوم الإرهابي الذي أصيبت فيه ميليشيا الكويتي من الضربة النفطية في حضرموت، والذي يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وخلقا لقرار مجلس الأمن رقم 2016، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفائي لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، صيانة للأمن والسلم وحفظا للإنجازات الطاقة وممرات التجارة الدولية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وبشأن العلاقة مع إيران، فإن دولة الكويت تؤكد حرصها على علاقات الصداقة والتعاون التي ترتكز على احترام مبادئ القوانين الدولية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، كما نؤكد موقفنا الثابت ودعمنا لحرية الملاحة في المياه الدولية، وإدانتنا ورفضنا التام لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إننا نراقب جميعا وبقلق شديد تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين وتداعياتها السلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصاد العالمي، وتؤكد دولة الكويت موقفها المبدئي والثابت في رفض التدخل العسكري ودعمها كامل لكافة الجهود التجارية والأممية والدعوة إلى تحديد وقت الحوار والهدوء إلى الحل السياسي القائم على احترام القانون الدولي ومتابعة الأمم المتحدة. وبهذا الصدد ندعم ونشيد لجهود جامعة الدول العربية
أكيد أن الخميس سهولة الكل بالنظام الدولي ومتعدد الأطراف ومبادئ ومبادئات وزارة الأمم المتحدة وتعزيز الوساطة والدبلوماسية الوقائية لتجنيب الأجيال المقبلة تبعات الحروب والنزاعات. ندعو للعمل على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولنا بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتصدي للمعروف في تحديات الأمم وتشريع التبعات الجزئية ودعم الابتكارات والشركات في هذا المجال. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن دولة الكويت تتابع باهتمام وعناية القضايا التي تقلق عالمنا العربي، لا سيما مكافحة الإرهاب والتطرف وما يتعلق بالأمن الإقليمي والدولي، مشددين في هذا الإطار الرفض التام لكافة صور الإرهاب ومظاهره، مجددين الدعوة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وتكثيف منابع تمويله. كما نؤكد ضرورة التي تقدمت فيها دولة الكويت وتضمنها قرار تعنيعة الدول العربية و57 بشأن تقديم مشروع استراتيجية مشاريع وتكاملية للأمن الغذائي العربي وسبل تعزيزه. وندعو جهال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى متابعة مبادرة الأمن الغذائي العربي وأمن الحياة الكويتية توضع محل التنفيذ في أقرب وقت ممكن وفقا للآليات المتفق عليها. وفي الختام أكرر الشكر لكم جميعا راجيا لأعمال هذه القمة كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا صاحب السمو الشيخ مشعل. النبي العربي هاشمي الأمين، فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، أصحاب الفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فيسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على استضافة هذه القمة، ونشيد بحرصكم على دعم مسيرة العمل العربي المشترك. ونتقدم بشكر أيضا إلى فخامة الرئيس قيس سعيد والجمهورية التونسية الشقيقة على جهودكم الكبيرة في تحمل مسؤولية رئاسة دولة السنة. كما أشكر جامعة الدول العربية على تنظيم هذه القمة وعلى الجهود في متابعة قرارات القمم السابقة. أصحاب الفخامة والسمو، حان الوقت لنعمل معا للوصول لشبكات تعاون اقتصادية عربية حقيقية وفعالة. ستقودنا نحو النهضة الاقتصادية وتصنع المستقبل الأفضل والازدهار الشعوبي. أصحاب الفخامة والسمو، لا يزال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية خيارا استراتيجيا.
فيما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة. الحدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتنا رئيس الشرق. وواجبنا كدولة عربية تكثيف جهودنا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لاستئناف عملية السلام ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم. أما القدس فهي مركز وحدتنا ودفاعنا المشترك عن هوية الأمة بأكملها. والأردن ويموت بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها سيستمر بالتعاون معكم ومع أشقائنا في السلطة الوطنية الفلسطينية في جماعه المقدسات والعائلات. اصحاب فخامه السمو ان استقرار امن العراق الشقيق ركيزه لامن المنطقه واستقرارها، وواجب علينا نحو الاشقاء في العراق لتمكينه من التقدم نحو المزيد من الاستقرار والانجاز والعوده الى دوره الرئيسي في محيطه العربي. اما بالنسبه للشقيق سوريا فرق دينا عن عمل جماعي لإيجاد حل سياسي يشمل جميع مكونات الشعب السوري. نحن سيادة سوريا وحدة أرضاً وشعباً وأكثر العودة الطوعية الآن باللاتين. وكذلك لا بد من حلول تعيد الأمن والاستقرار لأشقائنا اليمن وليبيا. فالاستقرار شرط المستقبل المشرق الذي نريد، وعلينا جميعا تقع المسؤولية في حل أزماتنا العربية. أصحاب الفخامة والسمو إن شعوبنا الشابة الناضرة بالحياة والأحلام أمانة في أعناقنا، وعلينا توفير الفرص التي تنمي إمكاناتهم وتطلق إبداعاتهم ليساهموا في بناء المستقبل الواعد في بلادهم ويكونوا قوه مؤثره لتحقيق السلام وتنميه التنميه المستدامه لما فيه الخير في منطقتنا وعالمنا. شكرا لصاحب السمو الملكي امير حسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكه الاردنيه الهاشميه على كلمته. الرئيس حسين الشيخ محمود رئيس جمهوريه الصومال المتقدم. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فخامه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيقه رئيس الدورة 31 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية التونسية الشقيقة رئيس دورة سابقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والرفاق الوفود المشاركة والمنظمات الدولية، معالي السيد أحمد أبو الغيب أمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، يشرفني اليوم أن أشارككم في هذه القمة المباركة وأنقل إليكم تحيات الشعب الصومالي الذي تشرف بقيادته مرة أخرى والذي يناضل من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية بعد سنوات طويلة خاضها حربا مع حركة الإرهابية هي أشرس وأقوى على مستوى القارة الأفريقية. كما يشرفني على التقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية الجزائرية الشقيقة وحكومة وشعبا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ وصولنا إلى أرضها. كما أهني تهنئة حارة نيابة عن الشعب الصومالي إلى أخي فخامة الرئيس عبد العزيز عبد المجيد تبون والشعب الجزائري الشقيق في مناسبة ذكرى الثورة المجيدة.
يسعدني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لأخي فخامة السيد رئيس مسرحية رئيس جمهورية التونسية الشقيقة، رئيس دورة 30 لمجلس الجامعة العربية على مستوى الأمة، ومؤمن بما بذله من جهود كبيرة ساهمت في تسيير اجتماعاتنا ومتابعة قضايانا العربية والتي كانت ماذا أخذ أجنبي ما تمسكش تاخذ الفلاني والطرف الفلاني هذا زاد الحقيقه باش المرات سيدة ونعرف كيف في المطار زاد جات اعترافات من الناس كانوا فما صبرات دخلت مثلا القصار اعتصام بار وكذا بعد هو زاد الحمايه للدوسيي هو الحمايه للنهضه اللي جايه عند بعض الدول سواء فيها شكون عربي ولا اجنبي فاش داير بيه دايرين بيه الديار ديار تاع فرنسا تاع وقت بكري خاطر في ليليزا مسجد وما كانش كاين هذا هو اقرب مسجد ديما هو الفرقان ها
الكل تحت شعار والله الاخرين ولا تحت شعار كان بدل هذيك هذه هذه جال البلاصه هذه يعني هذا هو من الاول من دارك ها هو هاك 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 هاك
منا كل ما كانش مسجد. أهني الإشقاء في دولة قطر الشقيقة
على استضافتها لكأس العالم الذي يعد محفلاً باسم كل العرب، ونؤمن قوتنا في جمهورية مصر العربية لاستضافتها مؤتمر المناخ كاب 27. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ماذا تسبع عقود المريض على تأسيس هذه المظلة للعمل العربي المشترك على أساس الانشغال بالقضايا الأمة، ولأجل السعي بكل السبل إلى تحقيق التنمية والرخاء والازدهار لشعوبنا، والحفاظ على سلامة ووحدة واستقرار كل قطعة من جسد هذه الأمة العظيمة. وهذه الغاية تحتمها علينا وحدة المصير والمصالح المشتركة. ولذلك فبلادي تؤكد على مواقفها الثابتة اتجاه القضايا العربية المصرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فلا حل دائم أو مرحل يعد مقبولا ما لم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للمبادرة العربية والمقررات الأمم المتحدة. وفي هذا السبب يرحب المجلس الرئاسي بتراجع الحكومة الإسرائيلية على قرارها السابق دي عاشور. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أكثر من عقد من الزمن قد مر ولا زال الشعب الليبي يلتمس طريقه إلى إعادة بناء دولته على أسس الحرية والديمقراطية والقانون، غير أن هذا الهدف لا يزال محفوفا بالتحديات محليا وإقليميا وجنوبيا. هنا ومن تحت هذه القبة ندعو الأشقاء العرب إلى تبني موقف عربي موحد اتجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية غير المبناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. أيها السادة الكرام، يتبع المجلس الرئاسي من أهمته في قيادة جهود المصالحة الوطنية تنفيذا لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة التشريعية والتنفيذية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية متلازمة. كما أود أن أثني على الجهود الإقليمية المصاحبة لعملنا من أجل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي يمثل الأساس الأهم لدعم كافة المسارات للوصول إلى الاستقرار والسلام المنشود. إن هذه المسؤوليات تحتم علينا أن نعمل في مسار وطني متوازن غير منحاز بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر وبناء تدابير الثقة بين الليبيين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته، ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم. فلا يخفى عليكم ان المراحل الانتقاليه تطيل عمر الازمات وتسهم في تفاقمها، فضلا على انها تقف حاجزا امام ممارسه الشعب الليبي لحقه الانتخابي. وفي هذا الصدد يعتمد المجلس الرئاسي على ضروره ان ينظم اي دوار لاستكمال تنفيذ خارطه الطريق من ملتقى الحوار السياسي وتحقيق هدفها في تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري واضح، والابتعاد عن كل ما يشكل زيادة الانقسامات في ليبيا. Thank you.
الحسنة التي تقف خلفها، ولكنه يتحقق بتوافق الليبي على ضرورة حياد المال العام ووصوله إلى مستحقيه عبر آلية شفافة تشارك فيها كل الأطراف الليبية وتضبط من خلالها مالية الدولة خلال المراحل الانتقالية، بما يعزز الثقة ويحفظ المال العام ويهيئ الأرضية الاقتصادية المناسبة للإجراء بالانتخابات المنشودة. ختاما أدعو الجامعة العربية ممثلة في أعضائها وأمانتها العامة إلى مساندة المجلس الرئاسي وممارسة دورها المحمود في تشريح وجهات النظر ومجال تسوير الثقة بين الليبيين إلى جانب مع الدور الذي تقوم به منظمة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الأقليمية والدولية العامة وفق إمكانياته القطرية المحدودة، ونأمل
أن تتبنى هذه القمة قرارات تحس منظمات الجامعة العربية والدول والحكومات العربية لدعم مشروع الاكتفاء الذاتي لأمتنا العربية من الحبوب والغذاء بأعجل ما تيسر. سيد الرئيس، يعلم الجميع أن السودان يمر بمرحلة انتقالية استثنائية في تاريخه تقتضي أن يعمل الأشقاء كافة مع القوى الوطنية السودانية لإنجاز مهام الفترة الانتقالية والعمل على ترسيخ دعائم السلام والاستقرار والتنمية. كما نأمل أن تتخذ قمتكم المؤقتة قرارات من شأنها دعم وحدة وسيادة واستقرار السودان. ومن جانبنا نؤكد التزامنا الكامل بتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني ودعم المبادرات المطروحة من القوى السياسية والمجتمعية وتشجيع الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف والجهود الأخرى التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء، آملين أن يؤدي كل ذلك إلى وفاق يوحد الطريق لتشكيل حكومة من الكفاءات المدنية مقبولة محليا وإقليميا ودوليا تدير مؤسسات الدولة وتهيئ البلاد لانتخابات حرة وشفافة ونزيهة بانتهاء الفترة الانتقالية. سيد الرئيس، حضور الكريم، قد شكل السلام أولوية ملحة للثورة الشعبية في بلادي وأثمرت جهودنا في ذلك التوقيع على اتفاق جبل السلام في أكتوبر من العام 2020 والذي أسهم إلى حد كبير في إنهاء النزاع المسلح في دارفور. إلا أن هذا الاتفاق يواجه تحديات كبيرة نعمل على تجاوزها بإرادة صادقة من قبل الدولة وأطراف السلام. ولتعزيز هذه الإرادة المشتركة ندعو هذه القمة والمانحين من الأشقاء والأصدقاء إلى دعم تنفيذ الاتفاقية ليعم السلام ومع بلادنا. ولا يفوتني هنا أن أسمم بكل التقدير جهود ودعم الأشقاء والأصدقاء والمانحين الذين وقفوا مع بلادي بمحنة السيطانات والسيول التي ضربت بلادنا في الفترة الأخيرة. ودعوا منا الشكر والتقدير والسلام. سيد الرئيس، الحضور الكرام، رغم التحديات الوطنية التي تعمل بلادنا على تجاوزها ظل السودان يلعب دورا ايجابيا داعما للسلام والاستقرار والتنميه في الوطن العربي من خلال دوره الاقليمي الفعال ومن خلال تراسه الحالي لمنظمه الايجاد. ظل يقوم بدوره في دعم الاستقرار في كل من جمهوريه جنوب السودان الشقيقه وجهود السلام في جمهوريه الصومال. كما ينشط السودان كذلك في مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة والارتياب للبشر في منطقة الساحل والصحراء وفي منطقة البحر الأحمر والتزاما بمبادئ العمل المشترك. يسمي السودان التواصل مع الأطراف الليبية المعنية من أجل استدامة الأمن والاستقرار في الجارة الشقيقة ليبيا وصولا الى قاعده دستوريه تعيد الاوضاع الى طبيعتها.
العاصمة اليوم أن الأرقام المتعددة حسب الاعتدادات على الصحة منها سنة 22 و 2000 تضاعفت بالمقارنة مع ما كان عليه الشان في سنة 21 و 2000 معتبرا أن الإفلات من العقاب وترديد الصحفيين بجعل هناك من الخوف بينهم أصبح سياسة مميزة من الدولة وفق في العالم
النمر هو الحاجة وجدت في النمر هو الحاجة صح ما نحكمهاش المبادرات والمقترحات الرامية لإنشاء تكتل اقتصادي ضامن
الراهنة، خصوصا على البلدان الأكثر هشاشة كجزء من استراتيجية عربية شاملة للتنمية والاستثمار في مواردنا المتاحة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، الحضور جميعا، بعد 7 عقود على تأسيس هذه المنظمة العريقة، لا تزال فلسطين وستظل قضيتنا الأولى ورمز لأطول نضال في التاريخ من أجل الحرية والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المشروعة. لذلك فإننا نجدد التأكيد على موقفنا الثابت على القضية الفلسطينية والعادلة التي ستحظى بدعمنا السياسي الكامل في مختلف المحافل وفقا لحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارة الشرعية الدولية ذات الصلة. ما تؤيد الجمهورية الأممية حصول فلسطين على الأرض الكاملة في الأمم المتحدة، وتتجه ملتزم وعضو مؤسس للجامعة العربية باستمرار دعمها للجامعة والتأثير بكافة المبادرات وتعزيز مكانتها كمظلة وبيت لكل العرب وفضاء مشترك لتوحيد الكلمة وتنسيق الجهود حفاظا على مصالح أمتنا واجتهادها وأمنها الكبرى. وإنني أجدها مناسبة شعب الجزائر على نجاح ثورة نوفمبر 1954، كما أدعو بالتوفيق والنجاح لجمهورية مصر العربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اقتران مصر لقمة المناخ COP27، كما أدعو الله التوفيق والنجاح لدولة قطر الشقيقة وسمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر
لأن استكمالها التهميرات لثقافتها تعس العالم لأول مرة تنصر المنطقة العربية. كما يسعدني أن أنهي دورة الديمقراطية الشعبية الشقيقة على ترأسها هذه الدولة العادية للقمة العربية، متمنيا لها كل التوفيق والنجاح في مجالسنا والتوصل إلى النتائج المرجوة والتي تكرس طموحات بلداننا وشعوبنا، معربا لها قيادة وحكومة وشعبا على بالغ الشكر وعظيم الامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بهما منذ وصولنا إلى عون الجزائر، بالإضافة إلى تنظيم المحكم لهذه القمة. ولا يفوتني هنا الإشادة بمبادرة الجمهورية التونسية الشقيقة من جهود مقدرة ومتابعة حثيثة لأعمال قمتنا في دورتها السابقة وما نقتدى عنها من قرارات أسمحت في دعم عملنا المشترك. كما أشكر معالي أحمد أبو العيس الأمين العام ومعاونيه في الأمانات العامة لجماعة طلبة بدلوه من جهود الأعداء الجيد لقمتنا هذه. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، إن جمهورية القمر المتحدة وهي تشارك في هذه القمة ويحدوها الأمل لنثمر هذا اللقاء بين الأشقاء في الوفاء بإيجابية في مجال العمل العربية المشترك لما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعوب العربية بل وللعالم كله. تنقذ قيمتنا هذه في ظل الأوضاع الإقليمية ودولية واحدة وتحديات حقيقة تواجهها أمة العربية، فهناك بلدان عربية شقيقة تشهد حروبا أهلية مغلقة وتدعو القومية الفلسطينية في مقدمة هذه التحديات، وهي ما دخل لحل قضايا المنطقة وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في الحياة وتحقيق كرامته المشروعة في إقامة دولة متقية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لشريعة الدولية والإدارة العربية للسلام. وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن أمر الشعب الفلسطيني الشقيق على توقيع إيلاء الجزائر لاتفاق مصالحة Thank you.
كانوا بإصلاح وضعية المعلم فقط خاطر سمحني يا عماد، أما البعض مش يسمع شو قلت.